السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء أهلا بكم. حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية والاستشارة عن بعد. موضوعنا النهاردة هنتكلم عن اللاند سيرفيس تمبريتشر وكيفية الحصول على اللاند سيرفيس تمبريتشر من خلال صور أقمار صناعية أو مرئيات الأقمار الصناعية. المرئيات اللي هنستخدمها هي السنتينل 3، وهنشوف ازاي نحصل على اللاند سيرفيس تمبريتشر والان دي في اي، وكمان ازاي نعمل خريطة كونتورية لدرجة الحرارة بتاعة سطح الارض، وكمان زي البيانات اللي احنا شايفينها قدامنا، وكمان ازاي نشوف الووتر فابور او بخار المياه، كمية او نسبة بخار الماء. اول حاجة هنعملها ان احنا ازاي نحصل على البيانات، نعمل تحميل البيانات. بنروح على الموقع بتاع ايسا اللي هو الساينتفك هاب. هنفتح اللي هو السنتينل 3 بري اوبزرفيشن هاب. التحميل منه مجاني، بس بنحدد المكان اللي احنا محتاجين نجيب له بيانات. بنرسم بوكس على المنطقة اللي احنا محتاجينها، ولتكن القاهرة. بعدين بنعمل لوجن. اليوزر نيم والباسورد ثابت اللي هو S3Guest، سواء اليوزر نيم او الباسورد بندخلهم. بعد كده بنعمل لوج ان. بعدين بنشوف السيرش كريتيريا بتاعتنا. بنختار الميشن اللي هي سنتينل 3، وبنختار البرودكت تايب. البرودكت تايب اللي هو بيقيس اللاند سيرفيس تمبريتشر اللي هو SL2LST، ده اللي هو اللاند سيرفيس تمبريتشر. والانسترومنت اللي هو SL STR، ده الخاص بالسيرفيس واللاند. والمعالجة، المستوى التاني من المعالجة، دي البيانات اللي احنا محتاجينها. بعدين هنعمل سيرش، ننتظر ان هو يدينا نتائج. بعدين بنبتدي ندور على تاريخ معين اللي احنا محتاجين ننزله البيانات. احنا محتاجين بيانات بتاريخ قديم شوية. القمر ده بدورة تقريبا كل يوم ونص، فنقدر ناخد بيانات بشكل يومي. البيانات ديت بتبقى التاريخ هنا يوم 1/6 من يومين تقريبا، وتوقيت الساعة تقريبا 8 مساء. هنحاول نرجع لتاريخ أقدم شوية، وليكن ممكن نشوف في الصفحة التانية. محتاجين نرجع لتاريخ مميز شوية، وليكن تاريخ 19/5. 19/5 كان درجة الحرارة أعلى من معدلاتها تقريبا بعشر درجات مئوية، عشان نشوف فرق درجة الحرارة. وليكن الشريحة دي هي اللي احنا هننزلها. توقيت اللقطة كان الساعة تقريبا 8:45 صباحا. مساحة البيانات بيبقى صغير تقريبا 62 ميجا للسلايد. بنشوف الميتا داتا بتاعتها. نشوف الانسترومنت اللي هو سي اند لاند سيرفيس تمبريتشر راديوميتر. ومستوى المعالجة اللي هو البروسيسنج ليفل 2. هي دي الشريحة اللي احنا محتاجينها. هنعمل داونلود وننتظر ان هي تحمل. رجعنا لكم بعد التحميل. بنروح على المكان اللي احنا حفظنا فيه البيانات، وبنفك الضغط بتاعها. هنلاقي البيانات موجودة جوه الفولدر بفورمات NC اللي هو النت CDF. بعدين هنروح على برنامج السناب، ونفتح البيانات بتاعتنا اللي هي المينفيست. دي هتنزل لنا كل الداتا اللي في الشريحة بكل الباندتس اللي فيها. نبص على البيانات اللي موجودة، هنلاقي الميتا داتا فيها كل البيانات، وفيها وصف لكل البيانات اللي احنا محتاجينها، والبندات اللي موجودة عندنا. البند اللي هو ال LST
ده اللي هو بيقيس لنا ال جريدت لاند سيرفيس تمبريتشر. مجرد ان احنا نفتحه على طول هنلاقيه هو على طول اوتوماتيك بيسجل درجات الحرارة، مش بيحتاج اي نوع من انواع الحسابات، هو بيحسبها اوتوماتيك. بس هنلاقيه حاسبها باليونت اللي هي الفهرنهايت او الكلفن. احنا بس هنبقى محتاجين نحولها للسليسيوس، درجات الحرارة السليسيوس، زي ما احنا شايفين هنا المينيمم والماكسيمم الستاتستكس بتاعتها واليونت اللي هي الكلفن. ممكن كمان نغير احنا التدرج اللون الالوان بتاعنا بحيث ان احنا نعرض الفرق بين درجات الحرارة وبعضها، وليكن زي ما احنا شايفين كده تدرج من الازرق للاحمر. المناطق اللي بالاحمر دي اللي درجة حرارتها اعلى، وزي ما احنا شايفين في القائمة اللي في الشمال في البيكسل انفو بيقرأ لنا البيانات كل بيكسل. الميتا داتا بيبقى فيها معلومات وافية عن الشريحة، التوقيت والاسم وكل البيانات الخاصة بهذه الشريحة. ممكن لو احنا محتاجين اي معلومة نرجع للميتا داتا هنلاقيها موجودة جواها. زي ما احنا شايفين الميتا داتا تقريبا فيها كل البيانات، ده ال اس تي واللاند سيرفيس تمبريتشر وكل البيانات. بعدين احنا هنبتدي نعمل المعالجة بتاعتنا. المعالجة اللي احنا هنعملها هنا ان احنا هنحسب هنحول درجة الحرارة الفهرنهايت هنحولها للسليزيوس من خلال الباند ماس، ونعمل اللي هو ال اس تي بيساوي ماينس 273.15، ده التحويل من الفهرنهايت للسليزيوس، ونسميه ال اس تي سليزيوس ونقول له اوكي. هنلاقيه عمل لنا بند جديد تحت اللي هو درجات الحرارة بالديجري سليزيوس. لو احنا فتحناه وتحركنا بالبيكسل انفو برضو هنلاقي فيه الاتنين اللي في الشمال زي ما احنا شايفين ال اس تي وال ال اس تي سليزيوس، هنلاقي درجة الحرارة بالوحدتين الفهرنهايت والدرجة السليزيوس. الخطوة التانية من المعالجة اللي احنا هنعملها ان احنا بعد ما حولنا درجات الحرارة من فهرنهايت لدرجة حرارة سليزيوس ان احنا هنعمل لها ريبروجيكشن بحيث ان البيانات بتاعتنا تقع في مكانها الجغرافي مظبوط. الخطوة دي بنعملها من قائمة، هنروح على قائمة ريستر و جيومتريك اوبريشن ريبروجيكشن. اوتوماتيك هي الشريحة هي الوحيدة اللي مفتوحة في البرنامج، فهو بيختارها اوتوماتيك وبنقول له سيف على اساس ان هو يحفظها لنا. بس بنختار الفولدر اللي هو هيحفظ جواه البيانات بتاعتنا ونقول له سيلكت. بنروح على الريبروجيكشن بارامترز، احنا هنختار هنا النظام الجغرافي لات ولونج، بس احنا ممكن نختار اي ديتام تاني او اي نظام تاني، مش هنعمل ريبروجيكت للتاي جريد عشان المساحة. وبعدين هنقول له رن، هننتظر ان الخطوة تكمل. بيقول ان هي اخدت 4 دقايق وربع تقريبا، احنا سرعنا الريتم. بعدين هنعمل كلوز. هنروح على الفولدر بتاعنا، هنلاقي فيه فولدر جديد اتكريت اسمه ري بروجيكتد، وفيه كل الباندز بتاعتنا كاملة زي الملف الاصلي، بس في الحالة دي بقت مصححة جغرافيا ومتحولة لفورمات ارداس يقدر يشتغل على اي برنامج نظم معلومات جغرافية. نستعرض البندات بتاعتنا بعد عملية البروجيكشن من خلال برنامج السناب. ممكن نشوف التوتال كولم ووتر فابر، نشوف البيانات بتاعت بخار المية. ممكن برضو نغير الستايل بتاعنا بحيث ان احنا نعرض التدرج،
زي ما احنا شايفين ده معدل البخر. في كمان الجلوب كفر سيرفيس كلاسيفيكيشن، ده كلاسيفيكيشن بيتعمل برضو اوتوماتيك، بيقسم لنا سطح الارض الوحدات المختلفة لسطح الارض زي ما احنا شايفين. الالوان دي بتمثل كل لون زي ما احنا شايفين في الليجن، بيمثل حاجة معينة. ولو اتحركنا بالبيكسل انفو على اي بيكسل في الشريحة بتاعتنا هنلاقي البيانات معروضة معانا زي ما احنا شايفين في الشمال. وهنا البيانات اللي بتقول لنا الالوان دي بتمثل لنا ايه بالنسبة لسطح الارض، وحدات سطح الارض المختلفة. الخطوة اللي بعد كده ان احنا ممكن نعمل ماسكينج، بحيث ان احنا عندنا بعض السحب مغطية جزء كبير او مغطية مناطق من الشريحة بتاعتنا، فاحنا ممكن نعمل ماسك ان احنا نشيل البيانات اللي هي في المناطق اللي متغطية بالسحب. هنختار ماسك يوز فيكتور از ماسك، والماسك اللي احنا هنستخدمه اللي هو الماسكات دي موجودة جوه البيانات. نستخدم الكونفيدنس ان سمري كلاود، ده اللي فيه كل الكلاودز، ونعمل له انفيرت فيكتور على اساس يشيل البيانات اللي جوه او المشتركة مع الكلاود. ونختار الباندس اللي احنا محتاجين نعمل لها ماسكينج، نختار في الحالة دي بندات درجات الحرارة والووتر فابور والان دي في اي. وبعد كده هنعمل رن. خلاص الخطوة اكتملت، اخدت ثانية تقريبا. هنلاقي اللي نزل لنا فولدر جديد في البيانات بتاعتنا معمول لها ماسكينج. لو استعرضنا الان دي في اي مثلا هنلاقي الاماكن اللي فيها سحب البيانات بتاعتها اتشالت او اتمسحت من السلايد بتاعتنا، لانها بتبقى بيانات مش واقعية بسبب السحب. ونغير الستايل برضو بحيث ان احنا نشوف فيو انسب، نوضح الفرق بين البيانات بتاعتنا. دي المنطقة اللي فيها الكلاود، احنا عملنا ماسكينج فشلنا البيانات اللي جوه الماسك، وكذلك درجة الحرارة للسيليزيوس برضو نعمل لها ستايل ونشوف التدرج برضو من الأزرق للأحمر. والبيانات تقريبا هي هي، مع اختلاف ان احنا عملنا لها ريبروجيكشن فبقت مصححة جغرافيا، وعملنا لها ماسكينج فشلنا البيانات اللي السحب مغطيها. ممكن بقى نستخدم اي برنامج نظم معلومات جغرافية بحيث ان احنا نستعرض البيانات بتاعتنا لانها بقت مصححة جغرافيا. فنشوف البيانات اللي احنا عملنا لها ماسك. ممكن نفتح ال NDVI مثلا ونشوفه، هنلاقيه زي ما احنا شايفين قدامنا. ال NDVI ملون على حسب ال NDVI، على حسب ال change vegetation او ال vegetation change. كمان احنا ممكن نفتح اي ملف يكون فيه حدود مثلا الدول او حاجة، بحيث ان احنا نشوف البيانات. اهي تمام، البيانات بتاعتنا واقعة في مكانها مظبوط جغرافيا لان احنا عملنا لها ريبروجيكشن. وده ال NDVI. دقة البيانات دي او الدقة المكانية بتاعتها 1 كيلومتر على البكسل، لانه قمر بيقيس ريجونال. ممكن نستعرض كمان اللاند سيرفيس تمبريتشر بالسيليزيوس. نشيل بس ال NDVI، هنعمل لها كلوز ونغير الستايل بتاعنا التشيدر بتاعنا بحيث ان احنا نوضح فرق الارتفاعات. دي درجات الحرارة السيليزيوس بعد ما عملنا لها ماسكينج وشيلنا الاماكن اللي فيها سحب عشان بتبقى مش مدية بيانات او نتائج واقعية. احنا كمان برضو في بعض التأثير للسحب، فعشان كده مدينا ارقام بالماينس. فاحنا ممكن دبل كليك على اللير
ونروح على الالتر اليفيجن فاليو ونخليه يقرا لنا بس من الزيرو، يشيل اي قيم بالماينس زي ما احنا شايفين كده. كده بقت القيم بتاعتنا من زيرو للماكسيمم 67. فعلا كان في اليوم ده يوم 19/5 كان درجات الحرارة تقريبا 12 درجة اعلى من معدلاتها الطبيعية، وكان يوم حر جدا زي ما احنا شايفين. ده توزيع درجات الحرارة للمنطقة اللي احنا نزلناها. ممكن نعمل كونتورنج من البيانات دي، ممكن نقول له كل 2 درجة تقريبا، ممكن كل 2 درجة، وبعد كده نقول له سموسنج للكونتور، وبعد كده نقول له اوكي. هنلاقي يعمل لنا كونتورنج على حسب فرق درجات الحرارة لسطح الارض. نستعرض قيم الكونتورنج زي ما احنا شايفين. هنلاقي في الاماكن الصحراوية درجة الحرارة مرتفعة، ممكن بتوصل 54 و56 درجة. لو مشينا مع وادي النيل هنلاقي درجة الحرارة بتتراوح من 36 38 ل 40 درجة، بفعل طبعا وجود وادي النيل ووجود نهر النيل. وكذلك هنلاقي حوالين الاماكن اللي فيها بحيرات او اللي فيها مياه هنلاقي درجات الحرارة معدلاتها منخفضة عن الأماكن الصحراوية، دلتا زي ما احنا شايفين، والفيوم بحيرة قارون هنلاقي درجات الحرارة معتدلة بسبب وجود المياه، وهكذا. كمان احنا ممكن نعرض التوتال ووتر فابور، الكولاب ووتر فابور اللي هو معدل البخر. ديت البيانات اللي معمول لها ماسكينج اللي احنا شايلين منها تأثير الاماكن اللي فيها سحب، زي ما احنا شايفين فرق الالوان. ممكن كمان احنا عندنا الاتنين، عندنا اللي معمول لها ماسكينج والبيانات الاصلية اللي مش معمول لها ماسكينج. احنا ممكن نستخدم اي حاجة فيهم، فممكن نشوف التوتال كولم فوتر وفابر قبل الماسكينج اللي هي التي سي دبليو في، هنلاقيها كاملة مش معمول لها ماسكينج بتأثير السحب. اتمنى يكون التطبيق عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.